من طهران أيضا ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا ومرحبا بك ياسر، ما أحدث ما أعلن عنه من السلطات الإيرانية رسميا؟ بداية فيما يتعلق بالحادث ومن التبريد، تم الإعلان من قبل رئيس الهلال الأحمر الإيراني من أن عمليات البحث انتهت هناك، ويجري نقل الجثامين من مكان الحادث إلى مدينة تبريز. حتى اللحظة بالطبع لم يتم الإعلان رسميا عن المراسم المرتقبة للتشييع، ولكن من المتوقع أن تكون هناك مراسم تشييع في مركز محافظة أذربيجان الشرقية تبريز، وربما سيكون التشييع من دون شك تشييع شعبي نحو أحد مزارات الشهداء في المدينة، وبالتالي سيكون هناك مراسم، ومن ثم يتم الانتقال من المتوقع إلى العاصمة طهران. أيضا ستتم الصلاة من المتوقع أيضا بإمامة المرشد الإيراني علي خامنئي، ومن ثم قد يتم الانتقال إلى مشهد وهي مسقط رأس الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. هذا من جانب فيما يتعلق بالإجراءات المراسم.